قول. والله ذكرنا انا كنت بدي صلي. كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في زمن انحراف الأتراك عن الحكم بالإسلام، في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل، فهو كان حاكم مصر في زمانه، وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية. فخرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب، مش عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، وطاف البلاد الإسلامية يومئذ معروف بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام، طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم، رجع لبلده الذي كان اسمه الدرعية. فبطبيعة الحال لما رجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دوم ولا مؤاخرة، البلاء عمو طم يعني كل البلاد. فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات، ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي يومئذ الأول جد الأول كان ربنا هداه واتبع هذا الشيخ، فاقترن السيف وإيش والعلم مع بعض، هذون إذا اقترنوا بفيدوا، كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان، وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة، وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق، وهناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره، وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات، جرت معارك طاحنة مع الأسف. مين اتحرك؟ محمد علي باشا من مصر. مين حركوا؟ الأتراك، لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد إسلامية كلها، فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها، خافوا أن هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح، لذلك أوعزوا إلى محمد علي أن يرسل جيش لقتال هؤلاء النجديين، ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه، وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدية، وجرت الدماء هناك أنهارا، وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل. وكان من جملة وسائل الأتراك كما هو اليوم تماما الدعاية بتعرفه لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح، فبثوا دعاية ضد الجماعة دون في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الأتراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية، لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله.
فأذاعوا في المسلمين أن هدول لا مذهب لهم، مذهب خامسي، هدول بيقول الواحد منهم حصايتي أشرف من الرسول عليه السلام، كل كفر وزور وبهتان. تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا، ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا الجماعة بإيش؟ بالوهابية. هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون، وهابية نسبة لوهابي. وهابي إذا درسناه بالنسبة للغة العربية نسبة لإيش؟ للوهاب. مين هو الوهاب؟ والله تبارك وتعالى. هي نسبة بتشرف، ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الغاشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك العالم، وإن ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية، وهابي وهابي، يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق. ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة. إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها وإلى آخره، وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية هذه كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظوا من مين؟ من اللصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصبح الأمر في زمن عبد الملك شو اسمه عبد العزيز العام، أصبح الحجاج بلاقوا كل راحة وكل يسر، وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أن والله هذول الجماعة نحن ما عم نشوف منهم أن والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام، ما بيأمنوا غير بالله، وبيقولوا في حق الرسول كذا وكذا، وكما أيضا يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة أن اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع أن هذول الوهابية ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام، هيك نقاش. وسرعان ما مرت سيارة السفير السعودي وعليه العلم عم يرفرف مكتوب عليه إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل اتقي الله، بتولدوا ما بيأمنوا برسول الله، علمهم في الدنيا كلها علم وحيد، لا تجد راية في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما بشوف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا راية دون الجماعة اللي عم تتهموهم إنه ما بيأمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة؟ ما سمعتوا الأذان في المدينة؟ الأذان اللي بنأذنه نحن وأحسن منه أنه هني ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة، لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها، سواء من الناحية الواقعية فهن جماعة مسلمين ومذهبهم حنابلة كما مشان خاطرك، مش مذهبهم يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، إلا بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام، ولابد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام
وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم وأنه كل ما ذكروا الرسول بيصلوا عليه، انكشف الضباب عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش؟ اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد، فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات. نشأت هذه المضللات من إيش؟ من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب، ودعم الملك سعود يومئذ أو الأمير سعود لأنه ما في ملك يومئذ. الآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفرة، والحقيقة من الناحية العربية تشريف لهم، وهابية نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين، الإمام الشافعي بزمانه اتهم تهمة تشبه اتهام هؤلاء، اتهم بأنه رافضي من كثر ما كان يلهج بإيش؟ بأهل بيت الرسول وحبه إلهم، فقيل عنه رافضي. فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا المقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابيين. هلا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض بيقولوا نحن وهابيين، لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب. وعندنا نحن في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل، منها مثلا قرية الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره. الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم، ونحن كنا نجتمع بهم، ومن أرى منهم انحراف إطلاقا، مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فأنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. تتمة الكلام في الشريط التالي. زيدي ما بينكر زيد في ملاحظة بيقول لك أنا